الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث هاديا ومعلما ورحمة وكافة للناس أجمعين. أعزائي الطلبة الأكارم، قد تتعارض المصالح مع بعضها، كأن تتعارض مصلحة كبيرة مع مصلحة أصغر منها، وقد تتعارض مجموعة مصالح مع مصلحة واحدة. من جهة أخرى، قد تتعارض المفاسد مع بعضها، فيحتار المكلف في أيها يجتنب. ومن جهة ثالثة، قد تتعارض المصالح مع المفاسد، فيحتار المكلف أيقدم على جلب المصالح أم يكتفي بدرء المفاسد. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، قد تتزاحم على المكلف العديد من الواجبات، فيحتار أيها يقدم وأيها يؤخر، وقد يتزاحم على المكلف ترك الكثير من المنهيات أو العديد من المنهيات في وقت واحد، فيحتار أيترك هذا المنهي أم هذا، علما أنه في بعض المسائل لا يستطيع أن يترك كل المنهيات، فيضطر أن يترك المنهي الأكبر من أجل أن يتحاشى الوقوع، أو يترك المنهي الأكبر لكي يتحاشى الوقوع فيه، ويضطر أن يقع في منهي أصغر منه. من جهة أخرى، أو هي الجهة الثالثة، بالنسبة للداعية إلى الله، الدعاة إلى الله يتعرضون لمخاطبة أصناف متنوعة من البشر، ويضطرون إلى استخدام أساليب متنوعة في الدعوة، فليست أساليب الدعوة التي تستخدم مع الناس واحدة، لا بد من التنوع في أساليب الدعوة. كل هذا الذي طرحته على حضراتكم يخضع إلى قواعد دقيقة علمية وضعها علماء الأمة تحت علم يسمى فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية، والذي سنعرضه على حضراتكم إن شاء الله خلال مجموعة من المحاضرات المتسلسلة. معي أنا الدكتور عمر محمد جبهجي، دكتور في أصول الفقه ومقاصد الشريعة. ابقوا معنا ونأمل أن نستفيد وإياكم من هذه المحاضرات بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.